إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل. إخواني في الله، إن لله على العباد نعما عظيمة ومننا جليلة كريمة، وقد كان من أجلها وأعظمها على الإطلاق هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، فأنار به القلوب وشرح به الصدور، فانتقلت تلك النفوس المؤمنة من جحيم الهوى والشرور وأليم العذاب والغرور. ومن هذه المواعظ موعظة ختم الله عز وجل بها مواعظ القرآن، ومن هذه المواعظ آية كريمة كانت هي آخر الوصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آية ختم الله عز وجل بها مواعظ القرآن وقرع بها القلوب فذكرها بالوقوف بين يدي الواحد الديان، آية ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أياما قليلة، كانت هي آخر الآيات جاءت بعد 280 آية من الزهراء الأولى، تذكر العباد بيوم مشهود ولقاء موعود لا يغني فيه والد ولا مولود. اشتملت على موعظتين ومشهدين عظيمين، أما المشهد الأول فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأما المشهد الثاني ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما المشهد الأول تذكرنا بيوم طالما نسيناه وموقف حق آمنا به وصدقناه، ذكرنا بيوم هو آخر الأيام، وذكرنا بيوم هو إما عذاب أو مسك للختام، ذكرنا باليوم الآخر الذي تغص فيه الحناجر، فلا يوم بعده ولا يوم مثله، إنه اليوم العظيم والموقف الجليل بين يدي العظيم الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي الآية التي أقضت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيا لله من أجساد إذا آوت إلى فراشها تذكرت يوم لقاء ربها فقامت تتقلب بين يديه تناديه وتناديه تسأله الرحمة إذا حلت بناديه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا اليوم العظيم الذي كتب الله عز وجل على كل صغير وكبير وكل جليل وحقير،
أن يقاد إليه عزيزا أو ذليلا، كريما أو مهانا. كتب الله عز وجل علينا أن نصير إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود. كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم، لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور، لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، لكي ينادي: فيا ليت شعري، هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري، هل يقال: يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك راضية مرضية. وفي لحظة واحدة أسلمت الروح إلى الغرام، والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم المساق. هناك
يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار النعيم المقيم. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار.